بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة النور: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن. وقال سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال الله عز وجل في سورة الأحزاب: قال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قال عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يدين. قال ابن عباس رضي الله عنه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وحبر الأمة وترجمان القرآن، قال في هذه الآية: قال أمر الله عز وجل نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن ويبدين عينا واحدة. قال ابن عباس رضي الله عنه في معنى هذه الآية، وهي قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قال ابن عباس رضي الله عنه في معنى هذه الآية: أمر الله عز وجل نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن ويبدين عينا واحدة. وقال ربنا سبحانه وتعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن، وقرن في بيوتكن. وأخرج الإمام مالك رحمه الله في موطئه قال: قالت فاطمة بنت المنذر، أو عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق، فلا تنكره علينا. أخرج الإمام مالك رحمه الله في موطئه عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات. ومعلوم أن المرأة إذا أحرمت فإنه يجب عليها كشف وجهها إلا إذا قابلت الرجال فخافت أن يفتتنوا بها. فقالت هذه المرأة بأنها كانت، وكان النساء في زمنها يخمرن الوجوه، قالت: ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق، يعني مع صحابية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي زوجة الزبير بن العوام رضي الله عنه. قالت: فلا تنكره علينا، لا تنكره علينا. قال الزرقاني رحمه الله في شرحه على الموطأ، موطأ الإمام مالك رحمه الله على هذا الحديث،
قال: لأنه يجوز للمرأة المحرمة ستر وجهها بقصد الستر عن أعين الناس، بل يجب إن علمت أو ظنت الفتنة بها أو ينظر إليها بقصد اللذة. قال الحطاب، وهو من أئمة المذهب المالكي، في مواهب الجليل شرح مختصر خليل، وهو المختصر المعتمد عندنا في المغرب في المذهب المالكي، قال الحطاب رحمه الله: واعلم أنه إن خشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين، لأن المشهور عندنا في المذهب عدم وجوبه، والواجب أن تستر جميع جسدها إلا الوجه والكفين. ولكن قال هذا العالم من أئمة المذهب المالكي: واعلم أنه إن خشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين. قاله القاضي عبد الوهاب، وهو من أئمة المذهب المالكي، ونقله عنه الشيخ زروق أحمد زروق شارح الرسالة، رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحم الله الجميع. قال الشيخ خليل صاحب المختصر: وعورة الحرة مع رجل أجنبي مسلم غير الوجه والكفين، يعني هذا هو المشهور من مذهب المالكية. قال: من جميع جسدها حتى دلاليها وقصتها، وأما الوجه والكفان ظاهرهما وباطنهما فله رؤيتهما مكشوفين ولو شابة بلا عذر من شهادة أو طب، إلا لخوف فتنة أو قصد لذة فيحرم، أي فيحرم إظهارهم. لماذا جئت بهذه الآيات كلها وبالأحاديث من كلام السلف الصالح من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومن كلام أئمة المذهب المالكي من العلماء؟ لأن بعض الناس اليوم من كثرة كذب إعلام بني علمان، بعض الناس أصبح يصدقهم في كذبهم، يكذبون الكذب البين وهم يعلمون أنه كذب، ثم يكررونه على مسامع الناس حتى صدقهم بعض أغمار الناس بأن هذا اللباس الذي هو مغربي، ويقولون بأنه مستورد. علاه الأمهات ديالنا والجدات ديالنا ما كانوش كيلبسوا الحايك واللثام؟ الناس الكبار يقولوا لي كذبتي، الناس الكبار اللي معنا في المسجد يوقف يقول لي كذبتي. الجدات ديالنا واش ما كانوش كيلبسوا اللثام والحايك في الشمال؟ نعم. الجدات ديالنا والأمهات ديالنا لحد اليوم ما زلنا في الصويرة وفي الجنوب كيلبسوا تم الحافت، وهو ثوب يغطي المرأة كلها ولا يظهر منها إلا عين واحدة. ثم يأتي بعض الكذابين ويكذبون على الناس ويقولون هذا لباس مستورد. وهل هناك أبين من هذه الآيات على أن هذا لباس إسلامي؟ من كان يؤمن بالله ورسوله فهذا لباس إسلامي، سواء النقاب أو الحجاب أو الخمار، كل ما تتضرع به المرأة وتلبسه يغطي عورتها التي يجب عليها أن تغطيها في الصلاة فهو لباس شرعي إسلامي، فهو لباس شرعي إسلامي. ومن قال خلاف ذلك فهو كذاب يكذب على الله وعلى رسوله. إذا لا بد أن نرجع إلى الأصول. هذا كتاب الله، هذا كلام السلف الصالح، هذا حال الصحابيات، نساء النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أئمة المسلمين وعلمائهم، باتفاقهم يجب عليهن أن لا يظهر منهن شيء، لقوله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. إنما الخلاف في غير نساء النبي، هل يجب على المرأة أن تغطي وجهها ويديها؟ قال به أئمة من كبار أئمة الإسلام كالشافعي وإمام أحمد رحمهم الله، وقال بعض الأئمة من علماء الإسلام يجوز لها أن تكشف وجهها ويديها. هل قال أحدهم يجوز لها أن تكشف فخذها؟ هل قال أحدهم يجوز لها أن تتعرى
في الحمام كاملة أمام النساء؟ هل قال أحدهم يجوز لها أن تتعرى في المسابح وعلى الشواطئ؟ هل قال أحدهم يجوز للمرأة أن تظهر شعر رأسها؟ لا أحد من الأئمة قال ذلك. ومع ذلك يأتي بعض الناس اليوم ممن يكذب الكذب الصراح أو الصراح، أو بعض من يداهن في شرع الله عز وجل ويحاول أن يلتف حول النصوص لكي يكذب هذه النصوص، بل وبعضهم، وهذا هو الأنكى، بعضهم أصبح ينكر هذا اللباس، يقول لك هذا اللباس ما عرف منين جبتوه. يا أخي ادخل لجوجل ودير اللباس المغربي في أول القرن العشرين وشوف اللباس اللي غيخرج لك، واش فيه الحايك واللثام وتم الحافت والنقاب ولا ما كاينش؟ إذا ما كاينش راحنا كذابين نكذب على الله ورسوله. إلا كاين راه هذا هو اللباس الشرعي الإسلامي المغربي، ما مستورد ما والو. وبعض الناس أصبح ينكر هذا اللباس تبعا لإعلام فاسد، إعلام يحارب الحياء، إعلام يحارب الحشمة، إعلام يحارب العفة، يريد أن ينتشر الفساد بين بنات المسلمين. وإلا فكل ذي فطرة سليمة يعلم أن ستر المرأة لنفسها ولجسدها مطلوب ليس فقط شرعا بل حتى فطرة. وربنا عز وجل يقول في سورة الأعراف: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. حتى أصبحنا اليوم أصبح اللباس الذي يستر المرأة عيب، وأصبح يحارب على الإعلام، وأصبح يشوه بطرق إما صريحة وإما ضمنية. ليس فقط لا يلبسه بعض الناس أو بعض النساء، لا، أصبح يحارب على أنه هو الدخيل، وأن التعري الذي جاءت به أمهم فرنسا أصبح عندهم هو اللباس المغربي. وأما اللباس الساتر اللي فيه عفة وحياء ويستر المرأة عن أعين الرجال كما قالت عائشة رضي الله عنها: خير للمرأة ألا ترى الرجال وألا يراها الرجال. من الذي يقول هذا الكلام؟ أطهر نساء الأرض، أم المؤمنين، زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، تقول: خير للمرأة ألا ترى الرجال وألا يراها الرجال. حتى أصبحنا اليوم نحارب هذا اللباس الذي يستر المرأة ونعيب على من يلبسه. وانظروا إلى خبث هؤلاء الذين يحاربون العفة والحياء والحشمة. ما يقول لك شنيشان هذا اللباس خايب، لا، خبث، يجيب لك برنامج مع الناس ولا كلام من هذا الكلام الفارغ في ميدي آن وفي دوزيم وغيرها من القنوات، كيجيبوا برنامج، من كيجيبوا شي حاجة الكلام اللي مزيان، طبيبة كذا، كلام علم اجتماع، إصلاح المجتمع كذا، يأتون بامرأة متبرجة، رغم أنكم تعلمون أن المجتمع فيه متبرجات وفيه محجبات، لكن هذا النوع المحجب لا يمثل ولا يظهر للناس، وكأن المجتمع كله متبرج. عندما يكون الأمر يتعلق بشيء فيه سوء، وحدة مدابزة مع رجلها جاو يصالحوهم، وحدة هاربة من ولادها، وحدة قاتلة، وحدة شفارة، وحدة كتطلب كيلبسوا لها النقاب ويجلسوها قدام الكاميرا حتى يؤثروا على لا وعي الإنسان. ما يقولش مباشرة هذا اللباس خايب، لا، أنت لا شعوريا عندما ترى أن هذا اللباس لا يأتون به إلا في هذه الحالات السيئة، يترسخ في ذهنك أن هذا اللباس وما وراء هذا اللباس خيب. وعكس هذه الحال انظروا إلى الإعلانات، شوفوا الإعلانات اللي عندنا ديال شركة الاتصال، ديال شركة النقل، أي إعلان ديال المواد الاستهلاكية، أي إعلان لا يمكن أن ترى فيه امرأة تلبس ولو الزيف، مش الحجاب، الخمار الطويل أو النقابة، لا، مجرد الزيف مغطي شعرها ما كاينش، لا تجده في الإعلانات. لماذا؟ هذه طريقة يعلمون بها الناس لا شعوريا أن هذا اللباس هو اللباس الموجود في المجتمع، رغم أنكم تعلمون أنك إذا خرجتي في الإدارات، الشوارع،
في المدارس، في البيوت، في حيثما وليت وجهك كتلقى بأن أغلبية النساء ديال المسلمين ساترين راسهم إلا قليلا كتعرى بسبب تأثير هؤلاء، ولكن يحاولون أن يبينوا للمجتمع ويركزوا ويوسخوا في لا شعور الناس أن هذا اللباس ليس مرغوبا فيه مجتمعيا، ليس مرغوبا فيه حضاريا، وأن هذا اللباس يمنع المرأة من كل ما تريده. ولذلك أي مرأة الآن إذا كانت محجبة وطلبت العمل بكل وقاحة وبكل دياثة يقول لها رب العمل أزيلي عن شعرك هذا الحجاب وتخدمي، وهذا قلة الحياء والدياثة، لأن بعض الناس يظن بأن الدياثة تكون في نفسه وأهله فقط. لا، الذي يرغي امرأة مسلمة لحاجتها على أن تنزع حياءها وحشمتها هذا ديوث. ولذلك أيها الإخوة الكرام، هذه الحملة الشعواء على اللباس الذي أنزل به ربنا عز وجل الكتاب وأمر به نبينا عليه الصلاة والسلام نساء هذه الأمة حفاظاً على عفتهن وحيائهن، هذا اللباس هو اللباس المشروع، وهو الذي يجب علينا أن نحافظ عليه وأن نحافظ على، لا أقول لباس مستورد، لباس مغربي، ويكذب عليكم من يقول بأنه مستورد، ما يقول لك لا ديال السعودية ولا ديال الشام ولا ديال أي بلاد أخرى، هذا لباس مغربي، ستر المرأة لعينها لوجهها وكفها إن أرادت ذلك فمستحب، على قول جمهور العلماء مستحب، فلا يجوز لك أن تعيب عليها. أنت ترى أنه غير واجب، هذه تريد أن تتشبه بنساء النبي عليه الصلاة والسلام، أكان التشبه بنساء النبي صلى الله عليه وسلم عيبا؟ هل التشبه بخير النساء عيب؟ حتى صار عيبا عند هؤلاء. ولذلك أيها الإخوة الكرام، علينا أن نتنبه إلى هذا الإعلام الخبيث الذي يغرس هذه الأفكار الدخيلة، وليس هذا اللباس هو الدخيل، هذه الأفكار هي الدخيلة. وهؤلاء الذين يتبعون فرنسا في كل ما تفعله، علم من يعلم بأن فرنسا ليست ربا له، وفرنسا دولة ستنقضي بعد حين، عليك أن تتبع أمر الله عز وجل وأن لا تنظر إلى ما يقوله هؤلاء الخبثاء. ولذلك قال ربنا عز وجل في الآية السابقة: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. نسأل الله عز وجل أن يرد كيد من يريد الإسلام بسوء، أن يرد كيده في نحره، وأن يلبس نساءنا نساء المسلمين أن يلبسهن لباس العفة والحياء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حق الحمد وأوفاه، والصلاة والسلام على حبيبه ومصطفاه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه النسائي في سننه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمترجلة، والديوث. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، نعوذ بالله، والمترجلة، وهي المرأة المتشبهة بالرجال في مشيتها وهيئتها وتحاول تشبه بهم في طريقة كلامها وما إلى ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: والديوث. من هو الديوث؟ يشرحه الحديث الآخر عند الإمام أحمد رحمه الله في مسنده من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة، ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق، والديوث الذي يقبل في أهله الخبث، أو الذي يقر في أهله الخبث. إذا من هو الديوث؟ قال عليه الصلاة والسلام:
هو الذي يقر في أهله الخبث، أن يرضى لزوجه أن تزني، يرضى لابنته أن تخرج وتدخل دون حسيب ورقيب، يرضى على نفسه أن لا يتحمل المسؤولية التي حمله الله عز وجل إياها. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة. هذا هو الديوث، وهذه عقوبته نعوذ بالله عند الله عز وجل يوم القيامة. الإنسان الذي لا يحافظ على عرضه، الإنسان الذي لا يربي بناته وأهله على الخير وعلى الحشمة وعلى الطهر وعلى العفاف، بل نسمع من بعض الأخوات والله تسأل فتاة تسأل كيف أفعل، أريد أن أحتجب وأبي يمنعني. إلى هذه الدرجة وصل السفه بعض الناس. المرأة تريد أن تحتجب وزوجها ينهاها عن ذلك، يمنعها من ذلك. امرأة تقول، هذه عندها 52 عام، امرأة كبيرة مش صغيرة، ولكن زوجها من هؤلاء الذين لا علاقة لهم بتاريخ هذه الأمة ولا بدين هذه الأمة ولا بعراقة هذا البلد. تصور رجل يقول لزوجته إلا بغيتي تلبسي ديري الدرع على راسك ما تقيش تخرجي معاي. لهذه الدرجة نعوذ بالله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: والديوث الذي يقر في أهله الخبث. ولذلك الرجل المسؤول ما يقولش إنسان لا نعيث معها، لا، هادشي ما فيش عيث معها. من كان تحت مسؤوليتك المباشرة أنت مسؤول عنه يوم القيامة. نعم، إذا كانت الأخت ديالك وكيل الأب ديالك هو المسؤول عليها، أنت مسؤوليتك النصح، وأن تتألف قلبها وتتعاهدها بالنصيحة لعل الله أن يهديها على يديك. أما زوجتك وابنتك فهذه مسؤوليتك، ما تقولش ما بغاتش، لا. هذا التعري الذي نراه في المجتمع اليوم. الله عز وجل لما قال للمؤمنين: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أمر كذلك النساء أن يحتجبن وأن يلبسن اللباس الذي لا توقع به المرأة والرجل في هذه المفسدة العظيمة. ولذلك الرجل الذي يقر في أهله التعري، يقر أهله على ملاطفة الرجال من الأجانب، وتضحك مع الرجل الأجنبي، وتمشي عند مول الخضرة تضحك معاه، وتمشي عند مول الحانوت تجمع معاه، وتمشي عند الخياط تجلس معاه، هذا ديوث يقر في أهله الخبث. والله عز وجل أغير من يغار على الحرمات. الله عز وجل غيرة على هذا العرض منعك أن تقر أهلك على هذا الأمر، على هذا الخبث نعوذ بالله. ولذلك الرجل لا بد له أن يتعاهد أهله وبناته، وأن يأمرهن بما أمر الله عز وجل به من الستر والعفاف. وأما أن تكون تقية بعد ذلك فهذا بينها وبين الله عز وجل. إذا قامت بما أوجبه الله عليها في الظاهر فما كان سرا بينها وبين الله فأمرها إلى الله عز وجل. لأن بعض الناس اليوم شي يقول لك، يقول لك مش حال وحدة مغطية وكدير، ومش حال وحدة ما مغطياش وما كدير والو. يا أخي ربنا عز وجل ماذا قال؟ قال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. المطلوب منا اللباسين معا، المطلوب منا اللباسان معا، لباس الظاهر ولباس التقوى، كلاهما مطلوب. أما الإنسان يقول لك لا إذا ما دارش مؤخرا وخدت عمل، هذا كلام باطل شرعا وعقلا. فلا بد لكل مسلم أن يراعي أهله وعرضه. وإذا رأت بعض، قلنا بأن الاختلاء بالرجال كذلك لا يجوز، اختلاء المرأة بالأجانب لا يجوز، وليس فقط الأب والزوج كما قلت. رب العمل الذي يرى الخبث في محل عمله، عنده شركة ولا عنده بيرو وكيلقى الموظفة مع الموظف يفعلون أمرا مشينا أو أمرا مخالفا للشرع ويقرهم على ذلك، يدخل في هذا الحكم أنه يقر الخبث. كذلك أصحاب المقاهي الذين يبيعون السلعة بعرض أجساد الفتيات في المقاهي باش يجيو عندهم الكريان، هذه كذلك دياسة. كل من يرضى بهذا الخبث وبقلة الحياء وبطعن في الأعراض، كل من يقبل بذلك
ففيه شعبة من الديات نعوذ بالله. ولذلك أيها الإخوة الكرام الشرع لا يتجزأ، لأن بعض الناس يقول لك أنا ماشي مشكلة كان دير وكان دير وعندي مسألة ناقصة. لا، على المسلم أن يجتهد في أمور الظاهر وأمور الباطن، في الأمور الظاهرة للناس وفي الأمور التي بينك وبين الله عز وجل، أن تجتهد لتقلع عن المعاصي وتجتهد الإتيان بالطاعات وبما أمرك الله عز وجل به. ولذلك هذا اللباس مهما حورب مهما حاولوا تشويهه هو اللباس الذي في صورة النور، هو اللباس الذي في صورة الأحزاب، هو اللباس الذي أمر الله به في القرآن، هو اللباس الذي أمر به النبي في سنته، وهو اللباس الذي كان عند السلف الصالح، وهو اللباس الذي ورثناه عن أجدادنا وأمهاتنا، والله على ما نقول شهيد. ومن قال غير ذلك فهو كذاب أشر، وكيده ومكره مردود عليه في نحره إن شاء الله. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا العفاف والتقى في الظاهر والباطن. اللهم عافنا من كل سوء، اللهم استرنا بسترك يا جليل، اللهم اجعل علينا سترك متجللا، اللهم احفظنا بحفظك يا ستير، اللهم استرنا بسترك يا ستير، اللهم احجب عنا أعين الماكرين الذين يكيدون إلى هذا الإسلام، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم من أراد شباب ونساء المسلمين بسوء اللهم رد كيده في نحره. اللهم إنا نسألك العفاف والتقى، ونسألك الهدى، ونسألك من كل أمر صالح يقربنا إليك يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتول أمرنا فيمن توليت، واكفنا وصف عنا سوء وشر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، كلنا وليا ونصيرا وهاديا ومعينا. ولي أمرنا أمير المؤمنين محمد السادس، اللهم وفقه للعمل بكتابك الذي أنزلت واتباع سنة نبيك الذي أرسلت. اللهم ألبسه لباس العافية والصحة، ووفقه لكل خير، وبارك اللهم فيه وفي ولي عهده، واجعله من الشباب الصالح المصلح، هو وسائر أبناء المسلمين. آمين، والحمد لله رب العالمين.